شخص قبل 1300 سنة، ولد أم لم يولد، ماذا يهمنا اليوم من هذا الموضوع؟ لأنه يشكل حلقة في منظومة فكرية من الغلو ومن التطرف، وبالتالي يؤدي إلى تصورات خاطئة أنه هناك نص على أمير المؤمنين وهناك من اختصب الخلافة منهم ويجب أن نقاتلهم. طيب أنت عندك معارك معاصرة، اذهب وقاتل الأعداء المعاصرين، لماذا تفتح المعارك مع أصحاب رسول الله، مع ناس ماتوا قبل 1400 سنة وأكثر؟ لاحظوا العقلية الطائفية التي تؤجج هذه الفتن. فبقدر ما هؤلاء مشايخ الحوزة الأمية، مشايخ الطائفية يؤججون هذه الفتن، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الثقافة الطائفية من جذورها، ولو كان صعبا علينا. الناس يعتقدون ربما الثقافة التقليدية الموروثة أن هذا هو التشيع وهذا مذهب أهل البيت، وأن من يمس هذا المذهب أو ينتقد أو ينكر وجود الإمام الثاني عشر كأنه كفر بالله تعالى. هكذا صورت الحوزة الأمية للناس. لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة هذه الأمور، وبحثنا في كتابنا السابق تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، واستعرضنا مختلف الأدلة على هذا الموضوع، وقلنا هناك أدلة، ثلاثة أدلة رئيسية: أدلة روائية وأدلة عقلية وأدلة تاريخية. الأدلة الروائية ممكن فبركتها في أي لحظة في أي ساعة، وبالأطنان ممكن نخلق لكم أدلة روائية. قال فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن أمير المؤمنين. أدلة مجانية تصنع على الروايات ولم تكن موجودة من قبل. وأيضا اعتمادهم الرئيسي في تكوين هذه النظرية وفي تكوين هذه الثقافة على ما يسمونه الأدلة العقلية أو الدليل العقلي أو الدليل الاعتباري، وهو دليل ظني، دليل فلسفي، دليل يعني أيديولوجي، كلام على كلام على كلام يركبوه ويستنتجون من عنده وجود وولادة إنسان معين، حتى لو لم يكن يوجد عليه أي دليل، وحتى لو كان مناقض لكل الأدلة الشرعية والقانونية اللي موجودة. هذا لا يهم. وقلنا في كتابنا إن الدليل الوحيد المعتبر في هذا المجال هو الدليل التاريخي، كما نثبت ولادة ووجود الأئمة السابقين أو شخصيات التاريخ، الخلفاء العباسيين، الخلفاء الأمويين، أئمة أهل البيت مختلف فئاتهم وصنوفهم، كل الناس في التاريخ كيف نثبت وجودهم ونتأكد بأن فلان ابن فلان مثلا شخصية تاريخية حقيقة تاريخية؟ من خلال التواتر، يسمونه التواتر، يعني بحيث لا يشك أحد. البعض لا يفهم معنى التواتر، من الأخوة يعلقون هذا التنمية، هو مو شغلة دراسة التاريخ ولا العلوم الإسلامية ولا يقول لك هذا حديث عليه تواتر. أي تواتر في أي زمن؟ التواتر يجب أن يكون متصل، مو اليوم عندك تواتر، قبل 100 سنة ما كان هذا التواتر، أو قبل 1000 سنة ما كان موجود. فروايات تختلق ويقول عليها تواتر، وأنت لا تعرف تحقق، لا تعرف تدقق، لا تعرف تنظر. روح أدرس جيد وانظر وحقق وكن مجتهدا في هذا المجال، ما تكون ربع مجتهد أو نصف مجتهد أو مقلد، تقلد أن هذا في تواتر هذا ما في تواتر، ما يصير. أنت إذا كنت حريص على مذهب أهل البيت يجب أن تتعمق وتجتهد وتعرف معنى التواتر، تعرف معنى الأحاديث، هل الأحاديث كانت موجودة في هذا الزمن، لم تكن موجودة. على أي حال، هم يقولون الدليل التاريخي هو الدليل يعني الطبيعي الذي يفترض أن نأتي به على وجود أي إنسان، أن فلان ابن فلان محمد بن الحسن العسكري مثلا ولد سنة 255 للهجرة وتوفي أبوه سنة 260، فإذا هو كعمر 5 سنوات، ورآه فلان فلان مجموعة شافوه راح إجا، يعني هذا يسموه دليل تاريخي. هذا الدليل التاريخي بعد وفاة الإمام الحسن العسكري الذي أعلن أنه لا يوجد لديه أي ولد، وسجل ذلك في المحكمة الشرعية عند القاضي ابن أبي الشوارب، وهذا باتفاق جميع الشيعة على أنه سجل وسيته ونفى وجود ولد له،
ولكن الباطنيين يقلبون الكلام، يقولون هذا في الظاهر ولكن في السر هو كان عنده ولد. طيب كيف علمتم أنه في السر كان عنده ولد وأنه أخفاه تقية؟ لماذا؟ وهو يجب أن يكون حجة الله على العباد، كل الناس يجب أن يشوفوه ويروه ويعتقدوا به حتى يعتقدوا بإمامته. إذا الناس لم يروا، حتى عامة الشيعة لم يروا ولم يعرفوا، فكيف يكون حجة عليهم وحجة على الإسلام والمسلمين؟ هل رأيتم مرجعا غير موجود غائب وله رسالة عملية نقول هذا رسالة المرجع الفلاني الغائب؟ هل يمكن؟ إحنا المرجع إذا مات بعد ما نقلده، عامة الناس يعني الذين يقلدون، إحنا نحرم التقليد أساسا. فكيف يمكن أن تقول هذا إمام وهو غائب، مثل الميت الغائب لا يتصل بالناس ولا يتصلون به؟ فإذن نحن بحاجة إلى إعادة كل المنظومة الثقافية اللي وردتنا باسم أهل البيت وهي بعيدة عن أهل البيت، وردتنا من المتآمرين على أهل البيت وعلى التشيع، الذين يضرون بالتشيع. يعني 1000 سنة إحنا كنا ننتظر هذا الإمام الغائب المعصوم المعين من قبل الله تعالى، ونحرم القيام بأي نشاط سياسي، نحرم إقامة